السلام عليكم المشاهدين، لاباس عليكم؟ بخير هانيين، لاباس ماشي مزيان، احوال طيبه. كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير، تكونوا في احسن الاحوال. مشاهدين، ديما فاش كيطيب الخبز عزيز علينا واحد المساله نديروها وكنديروها دائما وغادي نشاركها معكم اليوم. كنتمنى نتمنى تعجبكم، وربما بعض شي ناس يضحكوا لكن ما عجبش، حيت انا كيعجبني بزاف خاصة في العربية. كنبقاو كنتسنى هكا في فرنسا كيخبزو كلشي وكنجبدو وكنديرو، كيجي غزال. وهاد الأكلة كيديروها الإيطاليين، بعض الأحيان الإيطاليين يتغداو غير بهاد المسألة هادي. وعندهم عادي نتوما الخبيزيز ديالي درته بالطحين ديال الزرع والشعير في نفس الوقت، الزرع والشعير. نتوما المشاهدين شنو كندير؟ انا ما غنديرش فيه لي فرماج، كاين كيدير فيها لي فرماج كيحك عليها، انا ما غنحكش الفرماج. سخون سخون المشاهدين، حتى خصو يكون سخون هذا الخبز باش ديروا له هكا. المهم راه دايره بالشعير، طحين الشعير والزرع والنخاله، يعني داك الزرع اللي بنخالته. دابا انا غندير ما ياكلو سخون ما يعجبهم بحال اللي ما عرفتش شنو راني دايره. انا قلت لهم اش كاع راني دايره، ندير الخبز بالزعتر. انتم المشاهدين، عندي هنايا زيت العود، هانتوما نديرلو كامل هكا زيت البلدية، زيت الزيتون. المهم مشاهدين، أنا قلت لوعدتكم غادي نبقى نشارك معاكم أي حاجة كنديرها في الدار، يعني دي الماكلة أنا هادي غادي نشاركها معاكم. هانتوما كيفاش كيجي الشكل، ندير لها الفلفل الحار اللي هي سودانية. المهم هادي راه أكلة مفضلة عند الشيشيلياني اللي هما إيطاليين. كنا كنديروها في المغرب أول مرة ما كانش كتعجب با والمرحومة وما كيعجبهمش الحال، ولكن ملي بداو تيدوقوها بدات كتعجبهم، تيقولك والله غير كيجي بنين بالزعتر وزيت العود. ولكن خص الخبز يكون سخون، اذا كان الخبز بارد راه ما تجيكمش زوينه. المشاهدين، كنشد الزعتر كنحكو هكايا لوريغانو. وانتم المشاهدين الطبق ديالي هو واجد، راه كيجي غزال المشاهدين، جربوه وتحكموا عليه. ما تضحكوش عليا دابا هكا وتحكموا عليا هكا، جربوه وعاد حكموا عليا. المهم راه كيجي غزال. نزيد شويه زيت العود، هانتوما راه كيجي روعه روعه. المشاهدين جربوه ونشوف غادي يعجبكم وغتبقاو ديما ديروه. كنتمنى ينال الإعجاب ديالكم وجربوه المشاهدين وغادي يعجبكم. واخا تشوفوا هكا راه غيعجبكم، ما تضحكوش عليا المشاهدين. السلام عليكم حبيباتي، وكنبغيكم المتتبعين ديالي، وشكرا بزاف وقبلوا عليا وشكرا. وحتى هذا راه زوين، حتى هذه نعمه من عند الله، اللهم لك الحمد. وهذا انا المشاهدين، دعمونا بالجيم واشتراك في القناة وشكرا. إلى اللقاء.